السلام عليكم الخوت اللي معنا في القناة. اليوم غادي سجلت انا هذا الاوديو غير باش نوضح الخوت اللي عندهم القنوات في اليوتيوب على الكود ديال جوجل ادسنس. كود ديال جوجل ادسنس كيفاش يجي لك حتى للدار بسرعة ما يتعطلش لك، ما يتطلبش لك واحد أشهر ما سوى عليك أنك تكون كاتب الكود صحيح، ماشي أن باش يكون كود غلط راه ما توصلش به، يكون كود صحيح، يكون العلوان صحيح، وتما إن شاء الله غتوصل به بسرعة ما يتعطلش لك. وواحد النقطة أخرى بغيت نوضح للخوت أن الربط مشيت أنني بغيت نفتح في واحد البنك اللي هو السياج، وقال لك لا حقا خاصك تكون طالب، تكون عندك 18 عام ما غاديش نفتحوا لك الحساب. وانا عندي ديجا عندي واحد الحساب في البلد المغرب بريد البنك، وانني فاش درت طريقه الدفع دخلت جبت ديك الريب ودخلته في الادسنس وتم القبول الكونت، تم قبول الكونت ديال بريد المغرب في الجوجل ادسنس. وتقريبا واحد ما بين بس صيفطوا لي الكود تقريبا واحد 25 يوم حتى 24 يوم جاني الكود وفعلته كل شيء مزيان. وبغيت نقول للخوت اللي اوتوماتيكمو عندك جوجل ادسنس فاش كتوصل 10 دولار هما اوتوماتيكمو الروبو ديال جوجل ادسنس، روبوات ديال جوجل ادسنس اوتوماتيكمو كيصيفطوا لك الكود ديال جوجل ادسنس، ما سوى عليك انك تكون كاتب العنوان صحيح ديال الدار، وتما راه غادي يجي وتكون كاتب داكشي مزيان وكاتب. ما تنساش انك دير كود بوستال ديال داك البريد ديال داك البريد اللي قريب عليك باش يجي لها. وهذا ما لدينا الخوت، وما تنساوش انكم تدعمونا في القناه ولايك على الفيديو وسبسكرايب اشتراك في القناه اللي يصلكم الجديد ان شاء الله. والسلام عليكم.